وانا قاعد على الكرسي اللي هناك قعدت اسال نفسي انت مطلوب بقى نفسي يبقى مطلوبين قال يا عم وانا قاعد هناك في حوار كده برضه بتقوم تقف تتكلم قول اي حاجه الناس بتقول ايه قلت عادي يعني مفيش حاجه عايز اقولها خايف؟ لا انا عايز اقولها يا راجل والله العظيم شكلك خايف على فكره يا عم مش خايف ممكن هو مقفول اي حاجه طب هو مقفول مش عايز يزودها يعني طب انت خايف من ايه؟ هل يمكن الناس اول مره وانا قاعد هناك كنت متخيل ان انا بني ادم مختلف وانا الوحيد في الدنيا دي ما فيش حد شبهي فانا كل واحد عنده اي حاجه ده جوايا ومين اللي انا بقوله ده يكون موجود عند حد من الناس اللي قاعده ما اعرفش انت موجود ولا وانا قاعد هناك كنت متخيل ان انا الوحيد اللي عليه نفس الرقم واضح مش الوحيد كنت متخيل ان انا الوحيد اللي عليه في الجامعه واضح ان انا مش الوحيد كنت متخيل ان انا الوحيد اللي بشرب من تاريخ القصب من عند الدكتور طلع بعد كده ان مش انا الوحيد اللي بعمل كنت فاكر ان انا الوحيد كوبايه مشروب بيه بالظبط اكتشفت ان الشعب المصري كله بيشرب في نفس المكان كنت فاكر ان انا الوحيد اللي بيركب المترو بينزل قدام العربيه اللي عندها السن مش لحد ما انت وقفت قلت لي الشعب المصري كله بيركب المترو ما عندوش استراتيجي لازم ينزل يركب العربيه اللي بتقف طب اخر عربيه ولا اول عربيه افضل؟ لما على حسب اللي انت رايح وما لسه جاي اول عربيه على فكره زمان كانت اول عربيه كل محطه ليها دراسه بس ما بعرفش موضوع اكبر منك انت عارف ممكن نعمل ايه ممكن مره يعني بحيث ان كل محطه ننزل نغير في العربيه ونلاقي موضوع تذكره واحده بالظبط غير بقى براحتك بلاش كتر منه السؤال هل في صدفة؟ لا في صدفة؟ مش عايز اعمل صدفة مش مهم اللي جابها مش عايز اعمل صدفة هل كده طلعنا كلنا تقريبا بنعمل حاجات شبه بعض تقريبا كلنا بنفكر قريبين من بعض برغم ان احنا تقريبا مش مختلفين احنا في الاخر مش مختلفين يعني واضح ان احنا مش مختلفين بس ده مش صدفة